حرف الفاء في أول الكلمة تكتب هكذا في ساقية ونصف. ثم أضيف نقطة. مثال ذلك، أحد الصورة، جيد، فارس. فارس في وسط الكلام، لاحظوا لدينا أنطلق من اليمين ثم أرتفع بساقية ونصف ثم أستدير وهكذا. مثال ذلك، لاحظوا الكلمة فلفل. إذن في وسط الكلام هكذا فلفل. ثم في آخر الكلمة متصلة بالحرف الذي قبلها. إذن كما رأينا ساقية ونصف. مثال ذلك، لاحظوا الكلمة والصورة، جيد، رغيف. إذن قلنا رغيف. إذن دائما قلنا ساقية ونصف في آخر الكلمة. ثم في آخر الكلمة منفصلة عن الحرف الذي قبلها، إذا بنفس المقاييس، ساقية ونصف. مثال ذلك، لاحظوا الصورة، جيد، رفوف. رفوف.